أغلب الجرائم يلي منسمع عنها بتكون دفاعاً عن الشرف، فقصتنا اليوم هي عن ضحايا التخلف. الطفل لما يموتوا أهله بتكون المعاناة أساس حياته. ضحية التخلف اليوم هي طفلة بعمر 15. هالقصة صارت بتل حميس بال 2009 ولحد هلأ في جرائم مثلها. كالعادة يلي لسه ما مشترك بالقناة يشترك، تفاعلوا مع الفيديو، شاركوا مع رفقاتكم، وأي حدا عنده قصة بيحب يشاركها معنا، إن كان جريمة أو حتى قصة رعب، بيقدر يبعتها عبريد الصفحة. ويلا نبدأ بقصة اليوم. نور بنت وحيدة، ماتوا أمه وأبوها لما كان عمرها 6 سنين بحادث سيارة، وعاشت ببيت عمها بالحسكة، وبعد فترة انتقلوا عالشام فراحت معهم. كانت عيشة ريم كتير قاسية، مرت عمها ما ترحمها أبدا من هي وصغيرة، بتخليها تشتغل مثل الخدامة وما بتعطيها حتى أبسط حقوقها. ما كانت تشوف النوم لا ليل ولا حتى نهار، كل يوم تنظيف وطلبات، حتى أنه كان عندهم غنم تخليها ترعاهم، وعمها كان يعاملها بنفس الطريقة ونفس المعاملة. وعهالحال لحتى صار عمرها تقريب ال 11 سنة راحوا شغلوها بمكان زراعي، يعني مزرعة، فكانت تروح ريم تشتغل يوم واثنين واربعة، وبعدها يرجعهم الباص يوم واحد ليرتاحوا. بس بهاليوم ما كانت ريم تشوف الراحة ابدا، ولانه كل وقتها شغل وما كان في راحة ابدا، وحتى اكلها ما كان تمام، بلشت صحتها تسوء وتمر هالسنين عليها. وبعد 4 سنين من شغلها بالمزرعة وصلت لمرحلة انه ما بقى قادرة تتحمل هالوضع، لا نوم ولا اكل، الشغل يلي عم تضل فيه ليل نهار ما عم تشوف منه اي شيء، عم ياخده منها كل شيء، فبلشت تحلم بالخلاص. وبيوم من الايام سمعت عمها عم يحكي مع جدها يلي كان عايش بتل حميس. هي ما كانت بتعرف المنطقة يلي ساكنة فيها او حتى القرية، لأنه لما طلعت منها كانت لسه كتير صغيرة. ومن خلال الحديث بين عمها وجدها عرفت المكان، ولما رجعت على المزرعة لتشتغل سألت البنات عن هالقرية، بحكم أنه في بنات من أماكن مختلفة، فالكل قالوا أنه نحن ما بنعرف، إلا واحدة قالت أنا يلي بعرفه أنه هاي القرية قريبة من القامشلي. قالت لها ليكي انتي ساعديني، هالبنات هون كتار، اكيد في حدا رح يعرف هالمكان. فرفيقتها قالت لجيراننا من اهل الحسكة اكيد رح يعرفوها، لهيك اليوم انتي صبري وانا بيوم الراحة بروح لعندهم وبسألهم وبرد لك خبر. واتفقوا على الاساس، رجعوا لبيوتهم كالعادة، وخلص يوم الراحة رجعوا لشغلهم. وفورا ريم راحت لعند رفيقتها وقالت لها شو سألتي جيرانك؟ اكيد عرفوها للقرية. هي كان بدها اي طرف يقدر يساعدها تتخلص من عمها ومرته. فرفيقتها قالت لها انه ايه هي بتصير جنوب القامشلي. فهون ريم قالت لها إيه يعني انا كيف بدي اوصل لهالمكان؟ حكت لرفيقتها والله انه هي بدها سفر، يعني رح تطلع بباص كرمال تروحي على القامشلي، وبعدها اكيد بدك مواصلات لتوصلي لقريتك. هون ريم بين عليها انه تضايقت وزعلت، لانه هي ما بتعرف اي شيء بالشام وما بعمرها طلعت اصلا، فكيف رح تقدر توصل لهالمكان البعيد؟ وحكت لرفيقتها انه هي بدها تهرب من عمها ومرته لانهم عم يستغلوها، وهي تعبت كتير منهم وبدها تروح لعند جدها وتعيش معه هنيك. فهون رفيقتها شفقت عليها وقررت تساعدها وقالت لها ليكي انت بيوم الراحة ما رح ترجعي عبيتك ورح تروحي معي لعند جيراننا، واكيد هن لما تحكي لهم قصتك رح يساعدوكي. قالت لريم تمام انا موافقة، بس تذكرت انه هي ما معها مصاري ولسه في كم يوم حتى يعطوهم رواتبهم. قالت لليكي ما رح روح معك فورا، رح نستنى لاخذ المصاري وبعدها منروح، واياكي تحكي لاي حدا لانه لما يوصل الخبر لعمي رح يطلع بروحي. رفيقتها قالت خلص ما تاكلي هم ما رح يصير اي شيء. اجت نهاية الشهر واخذوا الرواتب. ريم قالت لرفيقتها بكرة رح روح معك، وتاني يوم طلعت معهم بالباص وراحوا ليودوا البنات. ولما وصلوا عند بيت رفيقتها نزلت ريم معها، فسألها الشوفير انه انتي وين رايحة؟ قالت له انه انا خلص اليوم معزومة هون ورح ابقى، فيك تروح انت. ومشي الشوفير ويعني ما اخذوا عطب الموضوع. راحت ريم مع رفيقتها لعند جيرانهم، رحبوا فيها وقعدوا يسألوها عن اهلها واسمها وشو هي قصتها. وفعلا طلعوا بيعرفوا هالقرية وقرروا انهم يساعدوها، بس هذا الشخص يلي رح يساعدها قال لها انه انت صغيرة ومن هون من ريف الشام للقامشلي في كتير وقت، كيف رح تروحي لحالك؟ قالت له ريم انه الله يخليك ساعدني، انا تعبت هون ما في عندهم اي رحمة، واساسا ما بقدر ارجع على البيت لاني تأخرت، انت ساعدني اوصل لعند جدي وانا بكون ممنونتك. قال له تمام روحي مع رفيقتك اليوم، وبكرة من الصباح بكير رح مر عليكي، باخدك وبحجز لك تذكرة وبأمن عليكي وبأمن انك توصلي بالنهار، لانه انت صغيرة ما رح تقدري توصلي بالليل رح تضيعي. تاني يوم الصبح اتجهوا لموقف الباصات وبلش يدور على باص بيوصل بوقت النهار، والكل كان يقولوا له انه لا ما في، مستحيل يوصل بوقت بكير، يعني ممكن انه يوصل بالخمسة ستة بس ابكر من هيك مستحيل.
فهو عم يمشي بين الباصات شاف شاب بيعرفه من أهل القامشلي وهو كمان مسافر لهنيك، فراح لعنده سلم عليه وقال له إنه أنا بدي منك خدمة. قال له إيه عمي تفضل. هالشاب كان عمره 27 سنة واسمه صالح. قال له هالبنت يلي معي من قرية تلحميس وبدي وصلها لهنيك، وأنا خايف عليها تروح لوحدها لأنه كل الرحل بتوصل بوقت متأخر، فبدي منك تهتم فيها وتخاف الله فيها، ولما توصل على القامشلي تكمل معروفك وتبعتها على قريتها لبيت جدة. قال له حاضر أنا رح وصلها بنفسي. هون الزلم ارتاح وقال له تمام أنا رح أمن فيك كونه بعرفك شاب آدمي وابن حلال. أخذ رقم بيتهم يلي بالقامشلي وقال له أول ما بوصل أنا رح أحكي معك، وعكل أنت فيك تتصل فيني أيمت ما بتحب. قطعوا التذاكر وصار وقت الرحلة، وعمه ومرته كانوا عم يستنوها ترجع ليوم الراحة، وهي ما في بالعادة تتأخر، ولما تأخرت قام عمه واتصل على المزرعة وسأل عن ريم. فالمسؤول عن البنات قال له كل البنات طلعوا من زمان. عمه بلش يعيط ويقول له البنت ما وصلت. قال له ليك انا ما بعرف وماني مسؤول عن حدا، ما تزعجني مره تانية وفيك تحكي مع الشوفير وتساله. وسكر التليفون بوشه. قام وحكى مع الشوفير وقال له انه انت شفت ريم وين راحت اخر شيء؟ قال له ايه انا شفتها نزلت ببيت رفيقتها بريف الشام وقالت انه هي معزومه هني. دلوا على بيت رفيقتها وراحوا بلش يدق الباب عليهم وتهجم عليهم، فاضطرت هي انه تحكي الحقيقه وقالت له انا وديتها لعند جيراننا كرمال يساعدوها. قال لي ساعدوها بشي وما تحكي وتخلصينا؟ قالت له هي رح تروح لبيت جدة بتل حميس وتهرب منكم. هون عمه تفاجأ راح لعند الجيران وبلش يعيط ويقلن انا رح اشتكي للشرطة وما رح مرق هالقصة على خير، كيف بتساعدوها؟ هالشخص يلي ساعدها حاول يهدي ويقله انا امنت مع شب من القامشلي رح يوديها لبيت جدة، وقال له هو ابن مين وخلص ما تاكل هم، بعدين انتو يلي وصلتوها لهي الحالة. حمل حاله عمه ورجع لبيته، فسألته مرته انه وينها وشو هالوقاحة يلي عندها وهالبنت قليلة شرف كيف تطلع لحالها. قال له خلص اهدي انا ما رح انسى الشي يلي عملته، المهم انه هلا امنوها مع شب رح وديها على بيت جدة وبعدين أنا بتفاهم معه. فهم مرته بلشت تضحك بطريقة مستفزة وقالت له أنت غبي وما عندك شرف، فهو انصدم من كلامه قال له شو هذا يلي عم تخبصي؟ قالت له كيف مصدق هالفيلم يلي حكولك يا من كل عقلك يعني؟ قال له شو الشي يلي عم تحاولي تحكي؟ ومن هون صارت ريم ضحية لمرت عمه. مرته يلي اسمها مروة قالت له يمكن ريم متوعدة مع هالشب وهربت معه، فكيف أنت بتصدقون؟ البنت هربانة مع شب غريب هو بيقلي راحت لبيت جدة. إيه مسكينة راحت لبيت جدة. فهون بلش يتوعد بقتله وخاف على شرف العيلة، بس لما كان عم يهينها ويشغلها مثل الخدامة ما فكر فيها أبدا، وبقيت مروة تعبي براسه كلام عريم حتى صارت القصة قصة شرف، وراح فورا واتصل على جدة وحكاله يلي صار وقال انه هي هربت مع شب من أهل القامشلي وخلص سودت وشنا أول ما توصل عبيتك بتقتلها وبتغسل عارنا. جد ريم كان أغبى من ابنه بدون ما يفهم القصة أو حتى ينطر ريم لحتى توصل. جنو بلش يعيط ويتوعد بقتله وسأل ابنه مين يلي اجت معه، حكاله اسم الشاب، أخذ سيارة وراح لبيتهم يضرب على الباب ويعيط. فتحوا له قالوا له خير شو يلي صاير؟ قال له لأبوه ابنك هرب مع بنتنا وخجلونا، هالاتنين ما لازم يعيشوا، يا أما بتقتل ابنك وأنا بقتل هالبنت يا أما رح يصير بيننا تار وقصص كبيرة. فقال له أبو صالح هاد حقك وهاد عرف وأصول وهالتنين ما لازم يعيشوا، فعلا سود وجهنا. وبقيوا يستنوهن لحتى يوصلوا، ولما تأخروا راح جدريم عبيتهم وقبل ما يمشي قال لأبو لصالح إياك تخبيهن وما تعمل الشي اللي اتفقنا عليه. لما وصلوا ريم وصالح حلقة مشلي كان الوقت متأخر ولسه في مسافة كتير طويلة لبيت صالح، فقرر انه ياخدها لبيت اخته يلي كتير قريب من المكان يلي نزلوا فيه، واخدها لبيت اخته وقال له رح تبقى عندك للصبح وبعدين بدنا نوصلها لبيت جدة بتل حميس. هون اخته لما شافت حالتها التعبانة بلشت تسألها شو يلي صاير معك وليش انت هون، وبعدها راحت غسلت واكلت. وهون ريم كانت اول مرة بحياتها بتحس بالحنان وانه في حدا مهتم فيها. صالح نام ببيت رفيقه والصبح راح هو وريم لبيته وقال أكيد أهلي رح يعرفوا بيت جدة وبعدها بروح أنا وحدا منهم ومنودي هالبنت يلي هي أمانة عنا. بس لما وصل عبيتهم شاف عمامه واخواله والكل كان متجمع، بلشوا في شتايم وبهادل عكيف بتاخد بنات الناس وبتهرب فيهم، شو رح نحكي للعالم؟ ريم بلشت تبكي وهو يقلن اهدوا فهمتوا الموضوع غلط، خلونا نشرح لكم شو يلي صار. نزلوا في ضرب وما قدر يحكي ولا حرف، ومسكوا ريم واخدوها لبيت جدة، وجدة ما كان احسن من اهل صالح، بقي عم يضربها لحد ما اغمي عليها وبعدها ربطها وحطها بغرفة. هون القرية كلها عرفت بالقصة وكانوا ناطرين جدريم انه يغسل عاره. هلأ هنن كانوا بال2009 بس لسه متمسكين بهي العادات، صح او غلط المهم انه هالبنت لازم تموت. اكيد الحل مانو القتل وهذا الشي غلط، وكتار منكم رح يقولوا لا مانو غلط،
المهم جد ريم كان كتير معصب، بس بنفس الوقت مقهور كتير على ريم لأنه كتير صغيرة، فهو كيف رح يجي من قلبه إنه يقتلها؟ هو عم يسن السكين، ستة كانت قاعدة فوق راسه وعم تنق وتقله يلا روح اقتلها خلصنا منها، مو ناقصنا غير وحدة قليلة شرف. هو بينه وبين نفسه كان عم يتمنى إنه حدا من أهل القرية يروح ويبلغ الشرطة ويجوا ياخدوا ريم ويبعدوه عنه كرمال ما يقتلها. الناس والعادات كانوا عم يتحكموا فيه بشكل كتير كبير، وكان ضايع بين كلام ريم هو عم يضربه انه انا هربت لهون كرمال تحميني والكلام يلي عم يقولوه ما انه صحيح، وبين اهل القرية ومرته وغسيل العار، فكان عم يعيش صراع داخلي مو طبيعي. يا ترى في حدا رح يساعد ريم او رح تروح ضحية عمايل مرت عمه؟ بعد ما ستة أصرت عليه إنه يقوم وبقيت عم تعبي براسه وتقله غسيل العار أهم من المشاعر، قام لعند ريم فتح الباب وهي بلشت تصرخ وتقله أنا هربت لهون من عمي، يعني أنا ما عملت أي شي غلط. فأجت ستة قربت منها ضربتها كف ورفعت راسها وقالت له يلا خلصنا منها. هو يقول لها أنا تعبان هلأ خلينا نأجل الموضوع شوي، كان متردد. وهي تقول له عم قلك يلا خلصنا منها، بدك يانا ما نقدر نواجه العالم، بدك تخجلنا، قلت لأبوه لصلاح أنك رح تقتلها، يلا العالم ناطرة أنه نرجع شرفنا اقتلها بقى. فهون هو بيهجم عليها وبينحرى بالسكين، يعني كبرت مع القهر وماتت بطريقة ولا أبشع، حتى انهم ما دفنوها وراحوا رموها بحفرة كبيرة بأول القرية. اكيد عم تسألوا شو يلي صار مع صالح. يلي صار انه اهل صالح كانوا عم يدوروا على ولد من عائلتهم يكون عمره اقل من 18 سنة ليقتل صالح كرمال لما يتحاكم ما يحكموه بالاعدام لانه اصغر من 18 سنة، وكون القصة قصة شرف ممكن انه يتخفف الحكم عنه. وبالنهاية لقوا ولد بعمر 16 سنة وبيكون ابن عمه، قال لهم لا أنا ما بقتل بخاف مستحيل، فهون ضربوا للولد وجبروه أنه يقوس ابن عمه. فكان في أستاذ بالمدرسة سمع هالقصة وراح فورا لبيت صالح، أول ما وصل شافه غرقان بدمه وأخده بدون موافقة أهله وبسرعة للمشفى ودخلوه لغرفة العمليات، ووضعه كان كتير خطير، بقي ساعات كتير طويلة لحتى قدروا ينقذوا حياته. وتاني يوم لما صحي طلب من الأستاذ أنه يروح ويشوف ريم وحكاله كل يلي صار. الأستاذ أول ما وصل على القرية شاف جثة البنت بالحفرة يلي ببداية القرية، فهون ما كمل طريقه وعرف انه خلص هالبنت قتلوها، ورجع لمركز الشرطة خبرهم بكل شي، ألقوا القبض على الجد والولد يلي قوس ابن عمه وجابوا عم ريم ومرته والشخص يلي ساعدها لتهرب. ولما سألوا لها الشخص انت بتعرف صالح والبنت كان لها علاقة فيه او لا، قال لهم انا يلي شفته بموقف الباص وانا يلي طلبت منه انه يوصلها لبيت جدة، وهالبنت ما بتعرفه لهالشب وانا يلي اقنعتها انه تروح معه. فهون سألوا عمه انه انت كيف تتهمه بهيك شيء ومالك متأكد من كلامك، قال لهم مرتي هي اللي حكت وانا ما كنت بتوقع انه هالكلام ما انه صحيح. فهون مرته بكل قوة قالت انه انا حكيت هذا الكلام بس لانه هي تركتنا فجأة، نحنا كنا معتمدين عليها بالمصروف وبالشغل، يعني انا من اهلي طلع معي هذا الكلام بس ما توقعت توصل لهون وانه يعني تصير هيك مصيبة. فهون ريم راحت ضحية غلطة مرت عمه. هيك قصص ما عم تصير دفاعا عن الشرف، هي عم تصير دفاعا عن التخلف الاجتماعي. ما رح أقول شو هي الأحكام يلي انحكموا فيها ورح خلي هذا الشي لتوقعاتكم، بس بتعتقدوا انه المدة يلي انحكموها كانت طويلة؟ اكتبوا لنا بالكومنتات وانا بعدها رح رد على توقعاتكم، وما تنسوا تتفاعلوا مع الفيديو كرمال نبقى مستمرين.